مرحبا متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، اسعد الله مساءكم باليمن والبركات. مباشر من مدينة ابي الجعد، مدينة العلم والعلماء، مدينة الزاوية الشرقاوية، مدينة التي تقع في اقليم خليفقة وبالضبط في جهة مني بلا الخنيفرة. مباشر ديالنا اليوم اخوان المتتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، هو ما هي الاسباب التي ما هي الاسباب اللي كتخلي بعض المتهورين خرقوا حالة خرقوا قرار منع التجول الليلي؟ هنا السؤال مطروح، واش كما تعرفوا متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، هل هي القنطاق او الناس عيانين، الناس عيات من هذا الحجر الصحي، الناس عيات من هذا دخول الدار، ما فهمناش اشنا هو السؤال المطروح. تنتمنى من الاخوان غادي نقراو الكومونتيرات ديال الاخوان كاملين، تنتمنى منكم تفاعلوا معنا الاخوان، تبارطاجوا معنا المباشر. ورمضان مبارك سعيد لجميع المتتبعين ديالنا وجميع الامه الاسلاميه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. تنطلب من الله سبحانه وتعالى يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والراحه وطول العمر وعتق من النار، لانه شهر الصيام، شهر المغفره، شهر الرحمه. فمرحبا بمتتبعين ديالنا عبر ربوع المملكه. دائما السؤال المطروح، ما هي الاسباب اللي كتخلي بعض المتهورين يخرقوا حال قرار منع التجول الليلي؟ هنا علاش الناس تخرج وحنا عندنا ممنوع التجول الليلي والناس تخرج؟ تلاحظوا بجميع المدن المملكه المغربيه الناس تترشق في رجال الامن الوطني بالحجاره، مشعل العافيه في بعض القارورات او بعض مشعل العافيه في الشوارع. لماذا ونحن لنا قرار من الحكومه او قرار شامل للمملكه المغربيه؟ هنا السؤال مطروح متتبعين، تتمنى منكم تفاعلوا معنا. فمرحبا بجميع الاخوان، تنتمنى من الاخوان يتفاعلوا معنا. دائما كما تلاحظوا هنا الناس خارجه، الناس تسارى، وتنشوفوا الساعه الان 8:30 او 9 الا دقائق كما تلاحظون. هنا تلاحظوا الا الدراري الصغار او الاطفال او ما تلاحظوش الا بعض الرجال او بعض النساء الكبار. هنا قرار للمملكه المغربيه كامله، ماشي الا على خويا. غادي نجاوب تهامي، علاش خارجين حنا الا نوصل الصوت بالصوره والصوت للمتتبعين ديالنا عبر ربع المملكه. خويا التهامي، علاش خارجين حنا عندنا وثائق باش نخرجوا، وحنا الا خارجين الا نوضحوا للمتتبعين ديالنا ونقربوك انت كمتتبع لقناه شوف تي في، نقربوك من الاجواء ديال الحجر الصحي مدينه ابي الجعد. وشكرا لك على هذا الكومونتير. نحن الآن نتواجد في شارع الحسن الثاني، هذا من أجمل شوارع مدينة أبي الجعد، هذا الشارع الذي يؤدي إلى المحطة الطرقية وإلى الملعب البلدي وإلى بجانب الدرك الملكي. كما تعرفوا الإخوان نحن الآن نتواجد مدينة أبي الجعد، المدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 47,000 نسمة، تقع في اقليم خليفقه وبالضبط في جهه مني من الخنيفره، تبعد عن مدينه واتزم مدينه الشهداء ب 26 كيلومتر وعلى مدينه تادلا ب 24 كيلومتر. فمتتبعين ديالنا السؤال دائما هو مطروح، علاش كما تلاحظوا علاش الناس خارجه وحنا عندنا حظر التجول الليلي؟ خويا علي قال لكم عادي رحنا في ديورنا. اخويا حمد الله وشاكرين، شكرا خويا، شكرا خويا علي، وشكرا على جميع المتتبعين ديال قناه شوف تي في. اسعد الله مساءكم باليمن والبركات. ونحن الان نتواجد بارض الزاويه الشرقاويه، ارض العلم والعلماء، ارض الاقواس او مدينه الاقواس كما يسمونها. ونحن الان على تمثال في مدخل مدينه ابي الجعد، وهو من اجمل
التماثيل بالاقليم. ومن هذا المنبر نشكر الاخ الحصاري والاخ سي محمد الصبحي والمعطي الكبوري، هذو ثلاث رجال اللي قاموا بهذا التمثال وهو تمثال رائع. فالشكر موصول لهذا هاد المصممين. ولا تفوتني الفرصة لأن أقول لجميع المشعديين أن صيدلية الحراسة وهي الفلابيطة، لا تفوتني الفرصة لأن أذكر بها. مرحبا بجميع المتتبعين ديالنا، نتمنى منكم تفاعلوا معنا الإخوان على السؤال اللي مطروح، ما هي الأسباب اللي كتخلي بعض المتهورين يخرقوا قرار منع التجول الليلي؟ خويا علي الياطوس عواش المبروك، انا الجعيدان. مرحبا خويا علي ومرحبا بجميع المتتبعين ديالنا داخل مدينه بلجعاد او خارج مدينه بلجعاد، داخل المملكه وخارج المملكه، وترحبوا بالجاليه المغربيه المقيمه بالديار الاوروبيه. فمرحبا بكم بارض الزاويه الشرقاويه، ارض جعيدان. دائما تنذكروا بالاسم ديالها، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لان كانت فصيله من الذئاب تسمى كما يسمى الابن ديال الذئب الجعد، لذلك سميت بالجعد او ابي الجعد او جعيدان. وفي روايه اخرى كانت النبته تسمى الجعده، هذه النبته كانت معروفه بالمدينه او معروفه بنواحي المدينه، لذلك سميت بابي الجعد او جعيدان او ابو الجعد. المؤسس ديالها دائما هو ابو عبيد الله الشرقي العمري، هذا نسبا لابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو دفين هذا الولي الصالح، دفين المدينة وسط المدينة اللي غادي تكون جولة أمام الضريح. أخويا عمر محراش تحية ليك وتحية لساكنة آسفي. فمرحبا بك على الارض الزاويه الشرقاويه، ارض مدينه ابي الجعد، ارض العلم والعلماء، ارض الذي انسبت سياسيين ورياضيين. دائما اذكر لان مايسترو فريق الرجاء البيضاوي عبد الاله الحافظي ابن المنطقه وابن مدينه ابي الجعد. ونحن على مدخل المدينه القديمه، متتبع ومشاهدي قناه شوف تي في، المدينه القديمه التي تفتخر بالزخرفه ديالها، تفتخر بالاقواس. ودائما في سلسله مباشره التي نقوم بها نقرب المتتبعين ديالنا مشاهدي قناه شوف تي في. اسعد الله مساءكم ورمضان كريم مبارك على جميع البجعديين والبجعديات اينما كانوا، ونحن نعرف البجعديين والبجعديات في ربوع المملكه. فالشكر موصول للجاليه المغربيه البجعديه المقيمه بارض المهجر. ونحن الان على مدينه الاقواس او ضريح الولي الصالح بو عبيد الشرقي. كما تلاحظون هذه أقواس المدينة، هذه زخرفة المدينة، هذا هو المعمار للمدينة الزاوية. ونحن الآن أمام ساحة الضريح الولي الصالح بو عبيد الشرقي، كما تلاحظون هنا أقواس المدينة، هنا أقواس المدينة متتبع مشاهدي قناة شوف تي في. خويا احمد جميل، لماذا ارض البدع والخرافات ونحن لنا ولي صالح؟ كما قال في الحديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. كما تلاحظون هذه اقواس المدينه المعروفه باقواس. ونحن الآن على مقربة من تمثال الحرية كما يسمونه البجعديين. تمثال الحرية، هذا التمثال على مدار المسبح البلدي أو قرب المسبح البلدي.
مرحبا خويا شديتي شديتي فوضيل او في الدالي، هذه زخرفة المدينة كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في تنشد الترحاب بكم من التحق بنا اللحظة. ودائما في سلسلة المباشرة التي نقوم بها نقرر المتتبعين ديالنا عبر ربوع المملكة، دائما نجدد الشكر لرجال الأمن الوطني على السهر ديالهم على المجهودات الجبارة ديالهم، فتحية لهم من هذا المنبر وتحية لجميع رجال الأمن الوطني القوات المساعدة الدرك الملكي والأعوان السلطة، ولا ننسى باشا مدينة بالجعل التي يقوم بمجهودات جبارة في اتجاه السوق الأسبوعي أو في اتجاه المدينة، فالشكر موصول لباشا مدينة أبي الجعد على المجهودات الجبارة التي يقوم بها. هنا مفوضة الشرطة لمدينة أبي الجعد، فتحية لجميع رجال الأمن الوطني القوات المساعدة الدرك الملكي وأعوان السلطة، ولا ننسى باشا مدينة أبي الجعد ومنتخبون. هنا متتبع ومشاهدي قناة شوف تي في رجال الأمن الوطني وهم على مقهى مدينة أبي الجعد، فالشكر موصول لرجال الأمن الوطني على المجهودات الجبارة. قالوا لنا الثمانية غنسدوا، الثمانية نسدوا، هذا قرار ينصف القرار على جميع المملكة المغربية، ليس على مدينة أبي الجعد الناس بقى خارجة فاتت الثمانية ولا، هذا قرار حكومي تقبلناه ولا ما تقبلناهش، هو قرار خاطئ كما نقول قرار خاطئ، وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك خويا حميد، وتحية ليك من هذا المنبر، وتحية ليك من أرض الزاوية الشرقاوية، أرض مدينة أبي الجعد، أرض العلم والعلماء، أرض التي أنجبت سياسيين ورياضيين، ودائما أقولها مايسترو فريق الرجاء البيضاوي إنه ابن المنطقة وأول لاعب بالجعدي احترف في البطولة الوطنية الأولى، وهو المرحوم عبد الغني المنصوري رحمه الله في هذا اليوم المبارك. هذه معلومة لما تعرفوش بالجعديين، أنه شارك مع اتحاد سيدي قاسم، شارك مع اتحاد سيدي قاسم، مرحبا متتبع ومشاهدي قناة شوف تي في. إلى هنا غادي نهيو المباشر ديالنا متتبعين ديالنا، إلى اللقاء، إلى مباشر لاحق.